السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنصب على كل خطنا حبيبنا في كل مكان. ازيك يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أحلى 100 مليون مسا عليكم وعلى كل متابعينا، أحلى متابعين في الدنيا. النهارده حلقة النهارده عن السحابة اللي بتيجي على العين، تمام؟ أو النقطة البيضاء اللي بتيجي في العين، ما بفرد الحمام ما بيشوفش، الحمام ما بيشوفش، تمام؟ السحابة بتيجي دي من إيه؟ والنقطة البيضاء بتيجي من إيه؟ تمام؟ ديت ممكن يكون الفرد عنده حساسيه، تمام، او عنده سخونيه على عينه. بتيجي تبص تلاقي عينه رغرغت ابيض، طلعت حاجات افرازات بيضة، تمام. ديت ناتج عن اللي هي سخونيه، ناتج اللي هي سخونيه. اغلب الاوقات بندي مثلا فرد الحمام ما نعرفش اللي عنده سخونيه، فبنديله قطره، القطره بتغير ما بتجيبش نتيجه، فبتغير القطره بتجيب قطره ثانيه فما بتجيبش نتيجه، بتقوم ضربه عامله نقطه بيضة في العين وضربه العين كلها وضربه العين كلها، تمام. فهي برضه تلك الحالات، يعني اللي سالنا السؤال زي ده هرد على التعليق بتاعه نفس الحكايه. انا وريته برضه فرد حمام كان جاله سخونيه وما لحقناهوش وما خدناش بالنا منه، فعمل نقطه بيضة على عينه وعملت سحابه على العين، فاصبح العين بتاعه ما عادش بيشوف بيه، تمام. هنشوفه مع بعضه. يعني ديت حالة من ضمن الحالات، دي كده حالة من ضمن ايه الحالات. بص دي كده لا سحابة على عينيه، دي حالة من ضمن الحالات. فدي بتبقى سخونية، السخونية بتقوم ضربة عاملة نقطة بيضة على العين، بعد النقطة البيضة على العين بتقوم عاملة سحابة، بتقوم عاملة سحابة أو ضربة العين، عاملة سحابة أو ضربة العين زي كده بالظبط. كده عليها السحابة ازاي؟ فهي فرد الحمام ما جابش نتيجة معاك القطرة من أول يوم أو تاني يوم، فأنت تديله مخفض حرارة على طول، ستال اللي هو مخفض حرارة بتاع الأطفال، بتدي سنتي لمدة 4 أيام في الفم مباشر، تمام كده. يعني احنا بنقول لكم الفرد الحمام اللي تلاقي عينه جات عليه غشاوة بيضة أو إفرازات بيضة على العين، ديت الناتج اللي هي بتيجي من السخونية الفرد الحمام، بتيجي من السخونية للفرد إيه الحمام زي ما أنت شايف كده. هوريك برضه حالة تانية نفس الحكاية وما خدناش بالنا برضه. دي برضه حالة من ضمن الحالات، دي كده عملت برضه كده عملت سحابة، برضه عاملة سحابة، ليها عين ما بتشوفش بيه، ليها عين ما بتشوفش بيه. فأنت حاجة زي دي بنقوم عاطينها، حاطين لها القطرة ما جابتش نتيجة معاك من تاني يوم، فبتدي مخفض حرارة بتاع أطفال، بندي مخفض حرارة بتاع أطفال هنا، واضحة. تمام. يبقى احنا قلنا ايه؟ السخونية بتعمل سحابة على العين، بتعمل النقطة البيضاء اللي هي على العين ديت، تمام؟ فهي أي حاجة جت عليها عينيها عملت إفرازات بيضاء، فانت تديها ستال او اي مخفض حراره بتاع اطفال، اي مخفض حراره بتاع ايه؟ اطفال. يبقى كده حلقه النهارده خلصت. لو حد محتاج مننا اي سؤال او اي تعليقات نرد عليه. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، ما كنتش مشترك انزل اشترك، قناه اخوك لطفي ابو درويش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.